احنا داخل بغداد شاهدنا المجمعات السكنيه واسعارها الخياليه جدا يعني. نعم. نشوف بعض المجمعات الشقه بها يصل سعرها ل 500 مليون. صحيح. 480 مضاربه للاسعار. نعم. مليون. فالمواطن قام من يسمع بشقه ومجمع سكني يبتعد صراحه، يخاف من اسعارها، يقول لك اروح اخذ لي بيت بربع هذا السعر احسن لي. شلون راعيتوا موضوع الاسعار بهذه المدن؟ هذه ايضا يعني تم تثبيت فقره تعاقديه مع المطورين بعدم المضاربه بالاسعار، على اعتبار انه موضوع العقارات هو يعني يخضع لمساله العرض والطلب. الكثير من اصحاب رؤوس الاموال قاموا يشترون بهالموضوع هذا باعتبار انه يعني حاجه كبيره للوحدات السكنيه. هذا ايضا احنا راعينا من خلال قلت لك تثبيت فقره تعاقديه بعدم المضاربه بالاسعار وتحديد السعر ضمن دراسه الجدوى التي تقدم. اثنين، هناك تفاهمات بكل تاكيد ستكون ما بيننا وبين البنك المركزي لغرض ايجاد صيغ تمويل للمواطنين. قلت لك احنا بالدرجه الاساسيه مستهدفين الفئات الفقيره والهشه وذوي الدخل المحدود، فلذلك يعني هذا ايضا ماخوذ بنظر الاعتبار. نقطه اخرى انه عدم السماح لي يعني شخص ان يشتري له اكثر من وحده سكنيه في هذا في هذه المدن، فهذه حتى تعطي فرصه الى اخرين لغرض انهم تساعدهم على الحصول على هذه الوحدات.